عندنا بقى عندنا مثالين اللي هو مثال رقم 3. هذا المثال مشابه إلى المثال القبله أو المثال القبله تقريبا. رايت أيضا أوجد احتمال إنجاز المشروع في زمن مقداره 30 يوم أو أقل، واحتمال إنجازه في فترة أكثر من 30 يوم. فأنا أيضا مطينا الفعاليات، مطينا الديبندنسي، ومطينا كذلك الأزمنة الثلاث. راح نحولها إلى زمن واحد اللي هو small t بالاعتماد على المعادلة t تساوي من a زائد 4 مرات ال n زائد b على 6، ومن ثم نحسب الفارينس. هنا الفارينس حاسبين لكل الفعاليات، احنا طبعا نحتاج فقط الفارينس للفعاليات الحرجة. طبعا بعد ما نرسم النوت دايجرام راح نحدد المسارات الحرجة لهذا المشروع. راح نشوف من خلال هذا المخطط أنه عندنا 3 مسارات، هذا مسار أول، هذا مسار ثاني، وهذا هو المسار الثالث. المسار الأول راح يعطينا زمن مقداره 34، المسار الثاني راح يعطينا 34، والمسار الثالث راح يعطينا 31. أكبر زمن هم هذين المسارين 34 و34، فمعناه هنا راح يكون عندنا هذين المسارين راح يعتبر مسارات حرجة. فحال الظهور هنا الإضافة على الأمثلة السابقة راح يكون عندنا هو في حال الظهور مسارين، كيف ممكن أنه نتعامل مع المسألة؟ فبهذه الحالة راح نختار المسار اللي يعطينا أكبر قيمة للفارينس. فراح نحسب الفارينس للمسار الأول على أساس جمع قيم الفارينس لكل الفعاليات اللي مر بها المسار الأول، فيصير عندنا 1.78. ونحسب الفارينس للمسار الثاني، فنجمع قيم الفارينس لكل الفعاليات اللي مر بها المسار الثاني، فراح تكون عندنا 2.78. فإذا راح يكون عندنا هنا اللي هو المسار الحرج اللي هو راح نعتبره على أساس أكبر قيمة للفارينس اللي هي 2.78. فهاي راح نجذرها، راح نحصل على اللي هو الستاندرد ديفيجن للكريتيكال باث، فراح تكون 1.6. فهاي اعتيادي راح نستخدمه هنا في معادلة الزد 1.66، وعندنا قيمة الـ t اللي هي مقدارها 34. فإذا نقدر أنه نحسب قيمة الزد لأي قيمة للـ ts. هنا الـ ts عندنا هي مقدارها 30، فراح تطلع عندنا قيمة الزد -2.41، وبما أنه ماينس إذا هنا راح أتوقع أنه البروبابيلتي مالتها راح تكون أقل من 50%. فلذلك بعد ما نحسبها من الجدول راح نشوف هي قيمة البروبابيلتي هي مقدارها 1.2%. فإذا هذه تمثل احتمالية إنهاء المشروع في زمن مقداره 30 يوم أو أقل. أما في حالة إنهاء المشروع في أكثر من 30 يوم فراح تكون الاحتمالية هي مقدارها 1 ناقص هذا الكسر، أو 100 ناقص هذه النسبة المئوية، فراح يكون 98.8%. منا نلاحظ بأن احتمالية إنهاء المشروع في زمن مقداره 30 أكثر من 30 يوم هو الاحتمالية الأرجح، واحتمالية إنهاء المشروع في زمن أقل أو يساوي 30 يوم احتمالية ضعيفة جدا. أيضا ممكن أن نحسب probability لزمن مقداره 36 يوم، فهنا راح نعوض عن قيمة TS هي مقداره 36، فراح يطلع عندنا قيمة الزيت 1.2. فبما أنه طلعت عندنا 1.2 positive راح أتوقع أنه probability هي أكبر من 0.5. فإذا راح نشوفها من خلال الجدول، راح نحصل على قيمة البروبابيلتي اللي تقابل ال 1.2 قيمة الزد، فتكون هي 88%. أما إذا أريد احتمالية إنهاء المشروع في زمن يكون عندنا أكبر من 36 يوم، فراح تكون 1 ناقص 0.88 أو 100 ناقص 88، فراح يكون 12%. فمننا نلاحظ بأن احتمالية إنهاء المشروع في زمن مقداره 36 يوم أو أكثر من 36 يوم هي الاحتمالية الأرجح، بينما احتمالية إنهاء المشروع في زمن مقداره أقل من 36 احتمالية ضعيفة جدا. أيضا الإضافة في هذا المثال عن الأمثلة السابقة هو رايد حساب الزمن الأكثر احتمالا لإنجاز المشروع. الزمن الأكثر احتمالا لإنجاز المشروع بمعنى أنه الزمن الذي يحقق أكبر قيمة للاحتمالية وهي 100%. فإذا قيمة البروبابيلتي مقدارها 100%، فإذا دخلنا إلى الجدول وراح نشوف قيمة الزد اللي تقابل البروبابيلتي 100% أو قيمة البروبابيلتي اللي هي ككسر 1، فراح تكون قيمة الزد هي مقدارها 3. لذلك راح نعوض في معادلة الزد عن قيمة الزد بمقدار 3،
وهذه القيمة هي معلومة، هذه القيمة معلومة، تبقى عندنا فقط قيمة الـ TS، فالـ TS راح تكون عندنا هي هذه القيمة أو تقريبا تساوي 39 يوم، هي تمثل الزمن الأكثر احتمالا لإنجاز المشروع. أيضا إذا رأيت حساب الوقت المتفائل لإنجاز المشروع اللي هو الـ AT مثل ما حسبناه في المثال السابق، أو الوقت المتشائم لإنجاز المشروع اللي هو الـ PT، فأنا راح نعوض مرة عن الزيت بناقص 3 ومرة راح نعوض عن الزيت بزائد 3، فراح يكون عندنا الوقت المتفائل لإنجاز المشروع 29 والوقت المتشائم لإنجاز المشروع اللي هو 39. فمنها أيضا نلاحظ بأنه هذا الوقت المتشائم هو يساوي الزمن الأكثر احتمالا لإنجاز المشروع، على اعتبار أنه في نفس المعادلة عوضنا في الحالتين قيمة الزيت هي مقدارها زائد 3 وهنا أيضا زائد 3، فإذا الوقت المتشائم لإنجاز المشروع هو نفسه الوقت الأكثر احتمالا لإنجاز المشروع. المثال الأخير مثال رقم 4 أيضا مشابه للأمثلة السابقة، أيضا رائد احتمال إنجاز المشروع في 10 أيام أو أقل، احتمالية إنجاز المشروع في 13 يوم أو أقل، مطينا هذه الفعاليات وهذه الديبندسي وهذه الأزمنة مالتها، وهنا نحسب السمول تي اللي يتساوي لنا اللي هو الـ A زائد 4 مرات الـ N زائد الـ V على 6، وأيضا ممكن أن نحسب الفارينس لكل الفعاليات، ومن ثم بعد ذلك نحسب الفارينس فقط للـ Critical Path بتحديد الفعاليات اللي هي الـ Critical. الإضافة في هذا المثال أنه المطلب الثالث رائد حساب إنجاز المشروع ضمن فترة زمنية تتراوح بين قيمتين زمنية اللي هما 9 و 11.5، فالإضافة في هذا المثال هي هذه الحالة أو هذا المطلب. فأيضا راح يكون بشكل اعتيادي نرسم النود دايجرام على أساس قيمة السمول تي لكل فعالية، نحدد المسار الحرج، فراح يكون عندنا المسار الحرج اللي هو يمثل لنا أكبر زمن اللي هو راح يكون عندنا اللي هو هذا هو المسار الحرج اللي هو يمر بالفعاليات اللي هي C و E و G. أيضا نحدد ال V اللي هو الكريتيكال باث لهذا المسار بجمع قيم الفارينس للفعاليات اللي هي فعاليات اللي هو C و ال E و ال G فقط، هذه الفعاليات اللي هي الحرجة، فراح يكون 0.61. فنحطها تحت الجذر، خليها تحت الجذر، فراح نحصل على ستاندرد ديفيجن اللي هو 0.78 اللي راح نستخدمه في معادلة الزد، وعندنا التايم اللي هو مقداره 11 بالنسبة إلى التايم مال الكريتيكال باث. فالآن إذا كانت عندنا قيمة الـ TS 10 ممكن أنه نحسب الزد، وإذا كانت عندنا قيمة الـ TS 13 ممكن أيضا أنه نحسب لها الزد، وعلى غرار هذه القيم اللي هي الزد ممكن أنه نطلع إيش قد مقدار البروبابيلتي مثل ما سوينا في الأمثلة السابقة، ونحسب قيم البروبابيلتي من قيم من الجدول اللي هو الزد تيبل. الإضافة مثل ما قلنا المطلب الأخير رائد احتمالية إنهاء المشروع ضمن فترة زمنية بين 9 و 11.5، فهنا أنا راح نحسب احتمالية إنهاء المشروع في زمن مقداره الزمن الأول اللي هو 9، ونحسب احتمالية إنجاز المشروع في زمن اللي هو 11.5، ثم نأخذ الفرق بيناتهم حتى نحدد احتمالية إنجاز المشروع ضمن هذه الفترة. فراح نحسب هنا احتمالية إنجاز المشروع في زمن مقداره المفروض هنا اللي هو راح يكون عندنا اللي هو زمن مقداره 11.5، ومن ثم نحسب احتمالية إنجاز المشروع في زمن مقداره 9، فراح نطلع هنا ايش قد مقدار البروبابيلتي، وهنا ايضا راح نطلع ايش قد مقدار البروبابيلتي. الفرق بيناتهم هو راح نحصل على مقدار الاحتماليه خلال هذه الفتره الزمنيه اللي هي بين 9 و 11.5 اللي راح تطلع عندنا 73.3%.